إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءت الوفود من القبائل تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني وصل أجلك، الأجل وصل فعليك بالاستعداد للموت. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عزيز وأهله كثير، ثم تناموا وانتشر في الأرض على يد المجاهدين من أصحابه حتى عم الأرض كلها وبلغ مبلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار ما فيه مكان إلا دخله الإسلام، ودخلت الممالك الكبيرة تحت حكم المسلمين، لأن هذا الدين من عند الله جل وعلا، والله ناصر دينه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله وعده. فانتشر هذا الدين وعم المشارق والمغارب، ظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد الله سبحانه وتعالى. نعم.